برعاية معالي وزير البيئة فادي جريصاتي، وتحت عنوان بيئتنا أملنا، نظم مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل دائرة الشؤون البيئية وقفة تضامنية مع البيئة في جبل الريحان بحضور فعاليات سياسية واجتماعية دفاعاً عن لبنان الأخضر. نحن أعلننا هذه الوقفة التضامنية ليست فقط مع جبل الريحان، إنما مع ميروبة، مع كل الجبال اللي بكسروان، أقصى كسروان إلى أقصى المتن إلى أقصى الشوق. نحن يفترض أن نكون أو نعنى بشأن لبنان، كل لبنان، وليس فقط بشأن منطقة. نحن حبينا نجي نتضامن معكم أكيد، لأنه دائما كان عند الجبال رسالة، مش بس رسالة تعايش ورسالة سلام، إنما نموذج كانت في حريات الجبال وكمنطقة الجبال، كانت نموذج فعلا يمتصر بها من كل النواحي. هذا التاريخ تاريخ المشترك بين النضال مع حركة أمل، سنستمر بالنضال بشكل آخر، وهو نضال في سبيل البيئة، في سبيل بيئة تجمعنا على مساحة هذا الوطن. فكل من هيك مسؤوليتنا جميعا نغير طريقة هذا التفكير. وبعتقد إحنا اليوم بهذا الجنوب الصامت، بعتقد هذا الجنوب كلنا نعرف مثل كل لبنان اللي قدم دم تنحافظ على أراضينا. كما ينتظر منكم اتحادنا المساعدة في إنشاء المحمية التي أطلقت تحت اسم محمية جبل الريحان، من خلال وضع خارطة واضحة لها تحفظ الملكيات الخاصة ولا تمس بحقوق أصحابها، ووضع نظام داخلي لها يقوم على التنسيق بين الاتحاد والبلديات المعنية، فإنني لا أجد من المناسب بل من الواجب ضخم فرص الخطر والذي يمكن أن نتداركه من خلال مساعدتنا لإكمال مشروعنا في معالجة الصرف الصحي ضمن باقي بلدات الاتحاد والتي تقع مباشرة فوق نبع الطاسي. رمزية كبيرة كتير اليوم بعتقد وجودي اليوم بجبل الريحان بمنطقة جديدة ما بعرفها. كل ما واحد يزور منطقة لبنان بيتعلق فيها وبصير يشوف كيف معقول نكون وصلنا لهون. نحن موضوع عرمتا فيني طمنكم اليوم كمان، وبتأمل لأنه قدمت أنا مشروعي من كم يوم المخطط توجيه مالي والكسرات، يمكن عم بحكيكم إشياء بالوقتها بس لازم تعرفوها أن المنطقة كلها تشالت من المخطط التوجيهي. نحن اليوم فايتين على مرحلة جديدة إن شاء الله بيكون فيها مخطط توجيهي بيتطبع على كل الناس، لأنه إذا هالمرة ما كلنا صبرنا قلب واحد وقلنا بدنا نحمي هالمخطط، وزير بيئة لوحده ما بيعمل شيء. مجازر ترتكب بحق البيئة يدفع ثمنها باهظاً، من الصحة إلى الاقتصاد إلى السياحة وغيره، لا رقيب كان ولا حسيب. على المعنيون اليوم يوفوا بما وعدوا بإعادة وحماية الثروات الطبيعية لنرى لبنان أخضراً من جديد.